بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدنا الكريم، أهلا بحضرتك في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي الفقه حياة، البرنامج الذي ننطلق من بوابة الفقه فيه إلى حياتنا بشكل عام، أو بشكل عام باعتبار أن الفقه جزء مهم جدا من حياتنا، ومنها ننطلق إلى منافذ تربوية أخلاقية وباحات لها علاقة بكل مفاصل الحياة كما أرادها لنا الإسلام. يشرفنا ويسعدنا دائما أن نرحب بضيفنا الكريم سماحة السيد رشيد الحسيني، الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. سيد الكريم، السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، بارك الله بكم، وفقتم إن شاء الله سيدنا. الإخوة الكرام، مشاهدين الأفاضل، بعد ربع ساعة من الآن إن شاء الله تعالى أو أقل ربما بإمكانكم أن تشتركون وتتصلون على الأرقام اللي راح تظهر أسفل الشاشة بإذن الله تعالى، وتحضرون أسئلتكم من الآن، وسماحة السيد رشيد الحسين إن شاء الله هنا للإجابة عليها جميعا بإذن الله تعالى. سيدنا الكريم، نبدأ من موضوع مهم للغاية، موضوع مرتبط بتأسيس الحياة ككل، ألا وهو موضوع الزواج. الكثير من الشباب اليوم ما يهتم بالمدخل الأول للزواج، يركز بس على الشكل، خلاص عجب هذا الشكل يقدم على هذه الخطوة. نصائحكم بهذا المجال سيدنا. أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. في واقع الحال أستاذنا الكريم، للأسف الشديد يعني البعض ينظر إلى مشروع الزواج نظرة سطحية، إن صح التعبير نزوية، نعم، بحسب النزوة والشهوة، في حين هذه نظرة جدا يعني خطيرة. أن يتصور الشاب أنه مشروع زواج مشروع علاقة وجنس وفكاهة من هذا القبيل، في حين الزواج في واقع الحال مشروع حياة، يعني مشروع حياة بكل معنى الكلمة، حياة باعتبارك أنت على أساس تكون سعيد ومرتاح، وهي أن تكون سعيدة مرتاحة، وبينكما أولاد وذرية طيبة صالحة مرتبة مؤدبة. إذن هو كله يحمل مجموعة يعني أهداف مهمة جدا وأساسية في خلق مجتمع صغير. نعم. يعني أنت أيها الشاب لما تنفتح مع فتاة، أنت ما تنفتح مع فتاة لأن عندك نزوة وعندك شهوة تريد تفرغها وتريد على حال ترتاح من خلالها. أنت لما تقدم على الزواج يعني أنت تقدم على صناعة مجتمع. نعم. لأن الأسرة كما عرف في علم الاجتماع، الأسرة هي النواة الأولى للمجتمع، مو شكل؟ نعم. فإذا إحنا نظرتنا صارت بهالطريقة اللي يسميها طريقة واعية موضوعية عميقة، فذاك الوقت إحنا في واقع الحال ما رح ننظر للفتاة مجرد ناقة ومجرد على حال الشكل وحسب تعبيرنا مكياج، لا، الفتاة حشمة وأخلاق، نعم، وآداب قيم ودين، هذه كلها سواح يقول أنا مو متدين مو مهم عدي، ولكن قيم العرفية المهمة المجتمع والآداب والأخلاق هذه تنغص، أنا خلأ أقولها بصراحة للشباب، إن أساءت المرأة في التعامل مع زوجها وكانت سيئة الخلق فإنها تنغص حياة الرجل بشكل عجيب وغريب. نعم. يعني كل الإمكانيات اللي عندك، كل المؤهلات اللي عندك من قضايا، فإنها لا تسوى شيئا في قبال راحتك، في قبال سعادتك، وراحة البال أهم من كل شيء، صافا أهم من كل شيء. فإذا المرأة هي في الواقع سيئة الأخلاق، متعجرفة، مو مؤدبة، مو ملتزمة، ما تحترم، اعرف ان حياتك انت دخلت في جحيم انت اخترت لنفسك. نعم. فرسالتنا في مثل هذه الليلة ايها الشباب ايها الاعزاء، العلاقة البينية اللي يصير بين الفتاة والفتى، نعم، سواء في الجامعات، في الكليات، في السوق، في اي مكان، في التواصل الاجتماعي، هذه العلاقات في واقع الحال استطيع ان ادعي واقول ان
لا يقل عن 75 إلى 80% منها علاقات غير واعية وغير مسؤولة، غير مسؤولة، يعني ليس وراءها مشروع نجاح، إنما وراءها مشروع فشل، مشروع نكد، ومشروع آلام، آلام بكل معنى الكلمة. ليش؟ لأنه أمرنا من قبل الله سبحانه وتعالى، أمرنا أن نأتي البيوت ممن؟ من أبوابها. من أبوابها. وإتيان البيوت من غير أبوابها فيها لوازم وفيها منغصات لابد الإنسان حسب تعبيرنا يستعد إليها. والشاهد على ذلك، واحد يقول سيدنا من وين هذا اللي قلت أتصور وكذا، والشاهد على ذلك هذا المحاكم ببابك، المحاكم ببابك، روح دق الباب وشوف، شوف نسبة الطلاق الموجود. والأدهى من ذلك، والأدهى من ذلك أننا نجد شبابا تعارفوا وتحابوا وكانوا على غرام كبير وعلى علاقة وطيدة مع بجهد جهيد وبمحاولات على حال مضنية وصل إلى تحت سقف واحد، يعني وصل إلى الزواج. نعم. الله يعلم يا أستاذ مرتضى، أنا شخصيا قضاة يقولوا لي، وأنا شخصيا واقف على بعض القضايا، أنه مع أنه 3 سنوات 4 سنوات كان معاها وحبه وما أدري كذا وغرامه وأشتري وأروحه وأشوفه ألعبه وكذا، ما بقي تحت سقف واحد أكثر من 6 أشهر، يعني 6 أشهر حسب تعبير. شنو اللي شفته فيها وشنو اللي شافته فيك؟ الخلل وين سيد؟ الخلل لأننا لم ننظر إلى هاي العلاقة علاقة مسؤولة. نعم. أنا أقول ها حلوة خلاص، مكياجها لطيف، فستانها حلو، يخوش تتكلم. أخي اذهب إلى الأساس، أساس منبتها، منبتها الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. شوفوا يا أخواني والله العظيم، يوم على يوم من أقرأ التقارير العلمية والدراسات الجديدة فيما يرتبط بالاجتماع والعلم الاجتماع، أجد أن الأئمة وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وآله في الواقع عندهم نظرة عميقة إلى القضايا الاجتماعية. إحنا للأسف رايحين فلان شي يقول، فلان علان شي يقول، ما أدري جاك جان روسو شي يقول، تعالوا شوفوا رسول الله شي يقول. رسول الله يقول إياكم وخضراء الدمن، إياكم وخضراء الدمن. قيل يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ قال الحسناء في منبت السوء. إياكم، إياكم يعني أحذركم. زين الحسناء في منبت سوء يعني شنو؟ يعني جميلة ولطيفة ورشيقة ومدري إيش، بس وحدة حسب تعبيرنا لا أخلاق لا قيم لا آداب، شنو اللي أسوي فيها يعني؟ إذا هي شهوة ونزوة كثير من على حال الطرق والكذا، حتى الشرعية طرق شرعية أقدر أنا أصل إليها، ولكن لا يعني أن أدخل في مشروع زواج فاشل. فأرجوكم يا شباب، علاقتكم هذه اللي جصير، العلاقة حسب تعبيرنا البينية، خلي تكون أعمق من الجمال والتاتو وما أدري الميش والمكياج، خلي تكون أبعد شوية. نعم. روح شوف وين أهلها، هي علاقاتها، تاريخها، تجربتها، صديقاتها. لأن صديقات الصديقات الإنسان في الواقع تعطي طابعا، تعطي طابعا للإنسان على أن هذا منه. لأن إذا إنسان نريد نعرفه ونريد نقيمه، نعرفه من خلال ماذا؟ من خلال محيطه، أصدقائه، أصحابه، أليس كذلك؟ طيب سيدنا، إذا شخص يقول الآن من الشباب اللي يتابعونه يقول أنا أريد أقدم على اختيار امرأة، جيد، فنقدر نخليه يسأل نفسه 3 أسئلة 4 أسئلة قبل يقول هاي خلاص هي هذا اختياري؟ بلي. فاختاروا لنا فد أسئلة يسألها الشاب لنفسه قبل لا يقدم على اختيار هذه المرأة. أحسنتم. أول سؤال اللي أنا أقدر أسأل، أنه هذه الفتاة يمكن أن تكون هي يعني حسب تعبيرنا فارسة أحلامي وتكون كذا، أول سؤال أنه هذه هل هي امرأة حياة؟ نعم. فتاة حياة يعني شنو سيدنا والله؟ فتاة حياة يعني الحياة بيها تعب وبيها فقر، بيها عوز، بيها على أي حال مشاكل. هذه فتاة تقدر تتحمل هذه؟ لو لاش اليوم عندي فلوس أنا حبيب قلبها، باكر فلوسي راحت صرت شمر من ذي الجوشة. واضح المطلب؟ نعم. فتاة الحياة التي تعيش معك وتتلائم معك بالحلوة والمرة كما يقال،
نعم. هذا السؤال الأول، هل هذه فتاة حياة واحد؟ وإحنا شايفين ليش إحنا نروح بعيد؟ شايفين أنا شخصيا تجيني الرسائل أنه سيدنا أنا والله 4 سنوات ما خليت، ضحيت بكل معنى الكلمة مع هذا، مع تضحيت وأعطيت وكل شيء سويت، ولكن أشوف أنه بس صار عندي حادث ورجلي انكسرت وصار عندي شوية حسب تعبيرنا تشوه في رجلي، قالت ما أريدك. تشوه في رجلي يعني شو حسب تعبيرك؟ قام يغزل، قالت أنا ما أقدر أعيش وياك. هذه فتاة أقدر أنا أبني عليها؟ هذا واحد. اثنين، أن تكون صاحب الدين. ليش صاحب الدين؟ ليشوفه كما قال النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، الذي يخاف الله يؤمن، والذي لا يخاف الله لا يؤمن. يعني ما أقدر أؤمن عليه. أستاذ مرتضى خليني أتكلم بصراحة. تفضل سيدي. خليني أتكلم بصراحة. تفضل. يعني الفتاة اللي تقول لي بدون أي يعني حسب تعبيرنا أي مبرر شرعي ومبرر عرفي، تيجي تقول أنا أو أنا أموت عليك أو أنا، هذه هالشكل الفتاة لما تتجرأ أن تتكلم هالطريقة مع شاب، من الذي يعطيني ضمان؟ اعطيني جرانتي أنت، من الذي يعطيني ضمان أنه هاي الكلمة ما تقولها مع شخص آخر؟ اللي تقولها لواحد تقولها شنو؟ لعشرة. نعم. يعني اسمحوا صراحتي، اسمحوا صراحتي. تفضل. كم من الأشخاص أجوا قال سيدنا أنا كذا كنت مدري إيش، والآن تزوجنا والحمد لله بعد 4 سنوات من المحاولات والمغامرات، بس سيدنا الآن صارحتني بأن كان عندها علاقات وأنا ما أقدر وأنا كذا، ويبكي شاب، يبكي شاب مش كبرى ويبكي. فأقول يا حبيبي الآن هذا، الآن يعني الآن واحد يجي يفكر هالتفكير هذا. إذن السؤال الثاني، هل هي صاحب الدين؟ صاحب الدين. ثالثا، نعم، هل هذه الفتاة قابلة لأن تكون أم مسؤولة؟ أم، الأم يعني إيش؟ الأم يعني في واقع الحال عندها وعي كامل في تربية أولادها وتربية حسب تعبيرنا ذريتها. هذه من وين أقدر أحصل عليه؟ يوم اللي أشوفها تتعامل معاي كأب، تتعامل معاي كإنسان على حال صاحب عائلة، مو أنه الإهانات والتشاتم والكذا. هذا شلون أنا أقدر أربي أولادي وإحنا كله حسب تعبيرنا الصارخ ونصايح ونتعارك؟ نعم. فيمكن أنه مسألة أن هذه هل هي صاحبة مؤهلات واعية أو إمكانيات أن تكون أم لأولاد، وهذا من وين أشوفها؟ خلوني أقولها هواي كلمة، يعني قضية مهمة. أقدر يعني واحد يسألني سيد شلون أفتهم هاي أم زينة لولا؟ انظروا إلى أمها. نعم. انظروا إلى أمها، أمها مرآتها، أم مرآتها. الأم الطيبة الحنونة المرتبة المؤدبة النظيفة الكذا، يعني بتها نسخة تقريبا طبق الأصل، تقريبا جاء أقول غالبا، كلمة غالبا جبتها حتى لا تقولون دائما، لا غالبا، إن يعني أكل كل قاعدة شنو؟ شباب. أحسنتم سيدنا. إذن هي أسئلة ثلاث. أخي الكريم المشاهد العزيز الشاب المقبل على هذا المشروع العظيم، طرحها سماحة السيد لنطرحها على أنفسنا قبل لا نقدم على هذه الخطوة العظيمة. أولا، هل هذه المرأة قادرة على أن تكون فتاة حياة، قادرة على أن تحتمل الحياة بكل صنوفها وألامها، شريكة حياة؟ أحسنتم سيدنا. ثانية، هل هي ذات دين؟ لأن من كان يخشى الله لا نخشى منه إطلاقا. والنقطة الأخيرة، هل هي مؤهلة لأن تكون أما صالحة؟ وممكن أن نستدل على هذه النقطة الثالثة من خلال نظرة بسيطة على أم هذه الفتاة نفسها. أحسنتم سيدنا، شكرا جزيلا على هذا الإيجاز المهم. على بركة الله نبدأ باستقبال المشاركات إخوتي الكرام والأسئلة. ويانا أول متصلات، الأخت الكريمة من؟ ها، فقدنا اتصال الأخت الكريمة، نأخذ اتصال أبو عقيل. تفضل يا أبو عقيل. تفضل أبو عقيل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الكريم. شكرا. حياكم الله، بارك الله فيكم.
سيدنا بالنسبة للزكاة مع الحنطة، نعم المصاريف الحنطة كثيرة، مثلا تقول الكيماوي، البذور، الفراتة، يعني مصاريف حال كثيرة، زين هاي بالزكاة نطلع هاي المصاريف احنا نزكي قبل على طيب الواحد ونسقي السقي بالواسطة. واضح. سؤال آخر أخي أبو عقيل. سؤال آخر، يصير الزكاة أعطيها لابني وابني عازل وحده وعنده 4 5 أطفال يعني عيال عدس وواقع ما عنده. إن شاء الله تسمع الجواب على ذين السؤالين. سيدنا عندك ملاحظة أو مداخلة؟ لا. شكرا جزيلا أخي أبو عقيل، تحياتي لحضرتك وشكرا. تسمع الإجابة إن شاء الله بعد قليل على سؤالك. سؤال آخر من الأخ أبو علي، تفضل يا أبو علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا شلونك؟ سيدنا شلون صحتك؟ سلمك الله بارك الله فيك حياكم الله. سيدنا عندي سؤالين الله يخليك. تفضل. سيدنا أنا أبغى أصلي صلاة الظهر. نعم. وأحيانا صلاة العصر. أقرأ الآية يعني أتكلم بيها بصوت عالي بس مو متعمد، بعدين على النص أتذكر أقرأ إخفات. نعم. هل بها إشكال شرعي؟ واضح. يعني الإخفات هي أقرأ بها جهريا بس ما متعمد، بعدين أتذكر أرجع أقرأ إخفات. نعم. سؤال ثاني. السؤال الثاني الله يخليك، رحنا نزور في المقابر تعرف يعني. نعم. للمقابر نزور وانحصرت فد مرة. نعم. أتبول تكرم وما عندي ماي، جبرت أتبول تكرم وقطعة فارغة، هل بها إشكال شرعي الله يخليك سيدنا؟ قطعة أرض تقصد فارغة؟ مقبرة. إيه قطعة أرض يعني ما هي محجوزة، قطعة أرض ما بيها خبر. واضح واضح. وتعرف يعني ماي ماكو، بعد أنا معصور جبرت يعني. تحياتنا إليك وإن شاء الله تسمع الإجابة على السؤالين أخي الكريم أبو علي، شكرا جزيلا لحضرتك. بعض الناس يعني مصابين بأمراض سيدنا فيحتاج أن يعني. نعم. عدنا بسرعة. أحسنتم سيدنا. عدنا اتصال من من؟ حسين تفضل أخي الكريم. تفضل. السؤال الصوت مو واضح حسين. ها مريض يريد دعائك سيدنا. الله يحفظك. إن شاء الله تسمع الدعاء من السيد الكريم هنا وفي حتى في ظهر الغيب، إن شاء الله تسمع الدعاء، يوصلك الدعاء إن شاء الله، توصل إجابة الدعاء بإذن الله تعالى. تحياتنا للأخ حسين أو لابننا حسين، ويا ربي من عليه بالسلامة والشفاء، اللهم آمين. أم زينب. زينب تفضلي أختي زينب. ألو. تفضلي أختي، بس نصينا صوت التلفزيون، اسمعينا بس من التليفون لطفا. عليكم السلام ورحمة الله أختي، بس صوت التلفزيون عالي، صوت التلفزيون عالي. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أحكي مع السيد يسمعني؟ تفضلي أختي تفضلي. ألو. تحياتنا الأخت زينب، تظل تحت الهواء، الأخوان بالكنترول يفهموها على موضوع الاتصال وترجع لنا إن شاء الله. إذن بعدنا نستقبل مشاركاتكم أعزائي الكرام المشاهدين من خلال الاتصال بالأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. والآن اتصالنا الأخ مازن، تفضل يا مازن. السلام عليكم أستاذ مرتضى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وياك مازن عيني. نتشرف بيك يا أهلا وسهلا، تفضل. الله يخليك وانت الشرف. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله. عظم الله أجرك باستشهاد الحمزة. حياكم الله، يتقبل أعمالكم إن شاء الله. سؤالك أخي مازن. عيني عندي سؤال والنبق، عندي سؤال والنبق اللي على يحكي وياكم. تفضل. السؤال يقول عيني. نعم. احنا هالايام الجميع ما يسيح يعني بريحه، يعني هذا شيء يعني شنو الحكم اذا نتوضى به للصلاه يعني؟ يجيكم الماي بريحه؟ ايوه اي عيني ماي بريحه يجينا. زين تعرف مصدر الماي من جايكم؟ والله يجي من الهاي يعني. مين؟ والله ما اعرف منين يعطونا اياه يعني شلون. واضح. بالبوريات بالبوريات. واضح واضح واضح. سؤال ثاني. السؤال الثاني هذا على اخوي شويه. نسمع صوته واتصاله. السلام عليكم سيد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله. الله يعطيك الصحه سيد. اسالك سؤال سيد.
تفضل. الصحة والعافية. تفضل علاء، تفضل أخوي. الصلاة مالتي ماتوا، وأنا أصلي يعني كل شرطي وأنا واقف من ركعة هاي ما أستقر بها والله، كنت أقطع الفرض وعيدة، يعني هذا شلون حكمته؟ يبقيكم الصحة والعافية إن شاء الله. يرتجف من شنو؟ ترتجف؟ اي والله حيلك، مو شلون ما شاء الله ما مستقر كتيبك الله، يعني من يعني مريض يعني أنت مريض بيك مرض يخليك ترتجف لو شنو؟ والله عندي شمرة يا طيب والله. نعم. وما اي والله يعطيك الصحة والعافية، ما مستقر حيل يعني. واو، مداخلة سيئة. يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله. شكرا جزيلا لك أخي الكريم، من عليك بالسلامة والعافية والقوة إن شاء الله. شكرا على اتصالك، تحياتي لحضرتك. زينب أختي تفضلي الآن. ألو. تفضلي أختي. نعم سيدنا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا ممكن نغادر الحاب؟ عفوا. ممكن رغم السيد الحاج عندي أسئلة. الأسئلة إذا عندكم أسئلة تحسين بها حرجية، أكو تطبيق اسمه تطبيق المجيب. تطبيق المجيب هذا أسفل الشاشة تلقين هذا المربع اللي هو اللي يسحب لك كيو آر كود، خلين الموبايل عليه راح يوديك لهذا التطبيق، تقدرين تطرحين أي سؤال حتى لو كان سؤال تحسين بها حرجية يعني. سيدنا أنا لا أقرأ ولا أكتب. نعم لا أقرأ ولا أكتب. لو سمحت ممكن تقول السيد. طيب تركي سؤالك تحت الهواء، سولف السؤال للإخوان بالكنترول وإن شاء الله نرجع الإجابة عليه. تحياتنا أختي الكريمة وشكرا جزيلا. كملين وياك مشاهدنا الكريم في هذه الأمسية المباركة، في هذه الأمسية اللي يذكر فيها الله تعالى، وكل وقت ذكر فيه الله فهو وقت مبارك إن شاء الله تعالى. وما أجمل أن يبحث الإنسان دائما عما هو صالح له في هذه الحياة وفيما بعدها، فشكرا لكل من يهتم بتصحيح مساره. نسمع هذه الرسالة الصوتية. طبعا الأخت زينب، بس وقفونا الرسالة الصوتية. الأخت زينب تقدر ترسل أيضا رسالة صوتية ويتم الرد عليها يعني بشكل خاص. تفضل نسمع الرسالة الصوتية. السلام عليكم سيدنا. احنا ورثة عندنا قطعة أرض زراعية، هاي قطعة الأرض الزراعية الوالدي وعمي وعماتي فصار عليها يعني نزاع، فقام عمي سوى أخذ هاي قطعة الأرض وتبرع بيها وقف، يعني وقف الإمام الحسين جعلها بدون علم الأطراف الباقي. تفاجأنا سمعنا قالوا إنه هاي الأرض صارت وقف. هسه هاي يعني إحنا محتاجيها، نريد نبيعها، بهيجي حالة شنو الإجراء يعني الشرعي، شنو نسوي؟ تحياتنا للأختي الكريمة وشكرا جزيلا. إن شاء الله تسمع الإجابة على هذا التساؤل المهم اللي هو أكيد يعني يهم كل الأخوة الكرام المشتركين بهذا الإرث يعني. تحياتنا وشكرا جزيلا. نسمع رسالة صوتية. السلام عليكم. ما هو حكم قول يا علي بقصد استغاثة علي بن أبي طالب سلام الله عليه في الصلاة، وهل تخل بصحة الصلاة؟ حسب رأي السيد السيستاني. إن شاء الله يسمع الجواب الأخ الكريم. تحياتنا له وشكرا جزيلا. اتصال من الأخت الكريمة أم جنات. أختي تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. وحياك. عندي سؤالين. تفضلي. السؤال الأول، إذا أنا على شجرة بلبل صغير وأخذته يعني نعم. خليته بقفة وجبت له أخو خليته وياه، هذا شنو حكمه؟ نعم. والسؤال الثاني، عندنا شخص رجال يعني كبير ضرير يريد زوجي يساعده يزين البيت، إذا موجود زوجي عبر الشارع يعني ما يشوف، وإذا ما موجود زوجي آمن يقول لي عبريني، أبي أنا أكون شمين إيدي بس ما أخلي يعني أنا أخلي إيدي على إيدي، بس شنو يعني لمس عباتي يعني إيدي مخلايا على العباء يقولوا لي حرام أنت جيسي. نعم يعني أنت تلمسين من وراء حجاب من وراء القماش. إيه يعني هاي العدان مع العباتي نلقيتها على الشف مع إيدي وأكون شي لأن شنو أرجع عظمة. تمام. عندي سؤال آخر أختي الكريمة. لا هاي مشكور. شكرا جزيلا حضرتك أختي الكريمة وتحياتنا لكم. مكملين
متواصلين مستمرين باستقبال المشاركات إخواني الكرام من خلال الاتصال على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. بإمكانكم أن تتصلون وتطرحون أسئلتكم وإن شاء الله تسمعون إجابتها هنا في هذا البرنامج بإذن الله تعالى. في هذه الأمسية عندنا رسالة صوتية نسمعها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم سيدنا السلام. سؤال: هل تربية القطة داخل البيت هل حرام أم حلال؟ جزاكم الله خير. احنا هم من يمنا راح نضيف تربية الكلب سيدنا، لأن هم بعض الناس يعني يسألون هذا السؤال. تحياتنا الأخ الكريم وشكرا جزيلا على طرح سؤاله. ناخذ رسالة صوتية أخرى نسمعها. السلام عليكم. أنا والدي مريض وفاقد الذاكرة وعنده راتب تقاعدي، احنا يعني نوكله، احنا نغسله، احنا وهو كان متكفل عيشة اخواني واخواتي، عندي اخوات امام الزوجة وحدة من فصله وعنده راتب تقاعدي، هسه من فقد الذاكرة وهاي يعني هم ولاعتهم وظيفة لا هاي، يصير يصرفون من عنده باعتبار البيت وعلاج وامور اخرى للمنزل يعني يصير. حبيت استفسر عنه وجزيل الشكر لحضراتكم. شكرا جزيلا اختي الكريمة. ناخذ اخر اتصال من الاخت الكريمة ام عبد الله، تفضلي. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك سيدنا؟ شلون صحتك؟ حياك الله، بارك الله، بارك الله بك. ما زحمة عليك، أنا قاعدة شقق ثلاثة فوق وثلاثة جوا، وتجينا ورقة مال الكهرباء هاي الحكومية ما حد يدفع، بس يدفعون مال مولدة. أقول لهم دفعوا، وقول إحنا مو دين ندفع مال مولدة ما ننطي. ها شنو حكمهم؟ شو سووا؟ أنا كلش تعبانة من هالحكي مالتهم، ما دي يقبلون يدفعون، حيصير سنة وتيجي الأوراق وتكومت علينا، شو سووا بهذه الحالة؟ إن شاء الله تسمعين الجواب أختي الكريمة أم عبد الله، وإن شاء الله هم هم يسمعون الجواب مو بس أنت يعني. يا ريت والله، الله يحفظك إن شاء الله. شكرا جزيلا حضرتك، تحياتنا أختي الكريمة أم عبد الله، شكرا جزيلا. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة والاتصالات والمشاركات والرسائل، ونتوجه لضيفنا الكريم لنكرر ترحابنا به ونستمع إلى إجاباته المباركة. حياكم الله سيدنا وأهلا وسهلا بكم. سلمك الله تعالى وبارك الله فيك سيدنا الكريم. السؤال الأول كان من الأخ أبو عقيل عن زكاة، عن الزكاة، عن الحنطة تحديدا، يقول زراعتها بها مصاريف كثيرة، فهل سقي بواسطة وأشياء هواية، فيقول هل نطرح من مبلغ الحنطة لما نزكي؟ في واقع الحال مشهور الأعلام يعني مشهور الفقهاء يقولوا أنه يمكن للإنسان أنه قبل أن يدفع الزكاة يستثني المصاريف، مصاريف الحاصودة والسماد والعمال والفلاح وما إلى ذلك. هذا رأي مشهور الفقهاء، لكن سمحت السيد السيستاني حفظ الله تعالى يقول لا، الأحوط لزوما أن لا تستثنى، ما تستثنى إلا بعد ما صار الزرع، يعني بعد ما صار الزرع أنه مستحق للزكاة، يعني نصاب كامل 850 كيلو ولازم أنا أودي أدفع زكاته، مصاريف ما بعد تعلق الزكاة، سيارات تجي تحملها توديها كذا، هاي المصاريف يمكن استثناءها. أما المصاريف في زراعتها وفي سقايتها وفي حصادها لا، سمعت سيدي يقول الأحوط لا تستثنى. طيب السؤال الثاني كان يقول يصير الزكاة أنطيها لابني؟ لا، لأن الزكاة تدفع للإنسان اللي مو واجب نفق عليك، ابنك واجب نفق، يعني ابنك لابد أن تنفق عليه. نعم. إذا كان فقير وأنت غني تنفق على ابنك، أما تقول لا أنا على حال أريد أنطي لابني وابني فقير، لابد أن تدفع من جيبك مو من الزكاة، فلا يجوز، هاي كقاعدة. نعم. لا يجوز دفع الحقوق الشرعية زكاة أو أخماس من شنو للذين هم واجبي نفق علي، أمي، أبي، زوجتي، أولادي، بناتي. أحسنتم سيدنا. الأخ أبو علي يسأل يقول بصلاة الظهرين أحيانا أنسى، وتحديدا صلاة العصر أنسى أسهى فأقرأ السورة بصوت مسموع بالجهر يعني، بعدين أذكر فأخفت مرة أخرى. لحسن الحظ أنه الجهر والإخفات من الواجبات العلمية. نعم. يعني ليست واجبات واقعية. الواجب الواقعي يعني لابد أنت تأدي سواء عالم، جاهل، ناسي، ذاكر، بس ذاك مثل الوضوء، الوضوء
شرط حسب تعبيرنا علمي عفوا واقعي، يعني انت لابد تكون على وضوء، تعرف تتوضأ ما تعرف تتوضأ، بعدين اذا تبين بعد 20 سنه ما تعرف تتوضأ لازم تعيد صلاتك كلها. ليش؟ لان الشرط انت فوتته. فالوضوء شرط واقعي. اما الجهر والاخفات واجب ذكري، متى ما ذكرته واجب عليك. نعم، متى ما ذكرته واجب عليك. ذكر بنص الصلاه فاذا تناسي، اذا انت جاهله او انه نسيته، قمت اقرا باخفات بعدين ذكرت انا صلاه مغرب، ارفع صوتي، ما يحتاج اعيد من البدايه، من حين تذكرت ارفع صوتي ولا سجدتين سهو. لا لا ما يحتاج. نعم. وبالعكس ايضا الظهر انا بديت اجهر، شفت لا وقت الظهر اخفت راسي، ما في مشكله. طيب خلينا نوضحها للي ما يدري سيدنا، صلاه الصبح جهرا، صلاه الصبح جهريه، الحمد و يعني سوره الحمد والسوره اللي بعدها بس القراءه. نعم. مو الركوع والسجود. نعم. وصلاه المغرب والعشاء وصلاه الظهر والعصر فقط اخفاتيه، يعني سوره الحمد والسوره التي تليها باخفات. طيب نفس الاخ ابو علي سالنا سيدنا عن التبول في هذه المنطقه اللي حش عنها. شوف، هو في واقع الحال التصرف في أموال الآخرين، التصرف في على حال حقوق الآخرين ما يجوز. إنسان يتصرف في مكان هو ما يجوز أن يتصرف فيه، كاتب أنه هاي مقبرة فلان أرجو عدم الدخول أو لا يجوز الدخول، أنت شلون تدخل فيها؟ ما يجوز. أما تقول سيد أنا اضطريت لذلك، وإذا ما كنت أنا أسوي هذه القضية قد أنجس نفسي وأتأذم، نقول له على حال استغفر الله، استغفر الله فقط. أحسنتم سيدنا. الأخ حسين اتصل وحسب ظاهر من صوته هو مات يعني صغير بالسن، مريض ويطلب دعائكم سيدنا، لا تنسوا بالدعاء. الله بحق سميه، هو مسمى بحسين. نعم. بحق سميه الحسين بن علي حبيب رسول الله صلى الله عليه وآله، أن يشافيه ويعافيه ويقضي حاجته ويدفع عنه المكروه ويريح بال أهله، وعلى حال يفرحهم بصحته وتمام عافيته إن شاء الله. اللهم آمين. أحد الأخوة الكرام سيدنا اتصل، الأخ مازن، يقول الماء اللي يوصلنا بالأنابيب بريحة، فإحنا شو بالنسبة للطهارة الوضوء هذه التفاصيل؟ في الواقع الماء إذا كان فيه رائحة النجاسة، نعم، وعين النجاسة، يعني واحد يقول يا به هذا الماء صار بي رائحة العذرة، هذا رائحة العذرة، هذه في إشكال. الفقهاء يقولوا أنه الشيء المتنجس إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه، إذا تغير فهو نجس. فإذا في واقع الحال هذا الماء كان رائحة النجاسة فيه لأنه فيه نجاسة، في إشكال. أما ما أعتقد يعني رائحة كريهة، يعني من البزل كذا، بس ما أعرف على أي حال. فإذا كان يشك الأصل ما في مشكلة، الأصل لا أشكال فيه. نفس الاتصال أخوه سألنا عن حسب الظاهر وضع الصحي خليه ما مستقر أثناء الصلاة فيرتجف، يقول أضطر أعيد الصلاة. شوف، إذا كان عندك أنت هذا حسب الرعاش، مرض الرعاش، إنسان ما يسيطر على يعني الحركة والاهتزاز اللي يصير بأعضائه، فما يقدر يوقف، لو يطيح لو عليه حال، فاستند إلى الحائط، استند إلى 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 عليه حال طاولة شيء، استند عليه وصلي، ما يحتاج تعيد صلاتك يعني. نعم. فالله يعافيك إن شاء الله تعالى ويدفع عنك هذا المرض. إحدى الأخوات سيدنا أرسلت رسالة صوتية مثل ما سمعتوها، أكو قطعة أرض زراعية صار عليها نزاع بين عماتها وأعمامها، فتقول واحد من أعمامي باع تبرع بها وقف بدون علم وموافقة الأطراف الأخرى، تقول الآن إحنا احتاجين نبيعها، نريد نبيعها، شنو نتصرف؟ هي إرث سيدنا متنازع عليه، واحد من الورثة سواها واحدة وقف، ما له حق يعني. نعم. أحد الورثة لا حق له في التصرف. من شروط الواقف أن يكون الواقف يملك العين التي يريد أن يوقفها، لا بد يكون أنا مالك للعين، مالك للأرض. أما الأرض أنا عندي أبيها حصة وحصة معينة، ما أقدر أنا أتصرف فيها، فوقفه باطل، وقفه باطل إلا إذا كان يقصد وقف حصته، فبس حصته يعني، بس حصته تتوقف إذا كان يقصد ذلك. نعم.
رسالة صوتية سيد من أحد الإخوان يقول: ما حكم قول يا علي استغاثة داخل الصلاة؟ في واقع الحال شوفوا هذا الذي يقال أنه ذكر علي صلوات الله وسلامه عليه، هل يخل بالصلاة وهل يجعل الصلاة باطلة؟ الجواب إذا كان في داخل الصلاة أن تشهد بشهادة ولاية أمير المؤمنين في داخل الصلاة، سماحة السيد ومشهور الفقهاء يقول في إشكال في داخل الصلاة. نعم. أما إذا بالأذان والإقامة لا إشكال فيه، بل هو مستحب، ما في مشكلة. أما أنه أنت في داخل الصلاة تقول يا علي أريد أستغيث بك يا علي وأنا في الصلاة، فقولك يا علي هو نداء، ونداء إلى شيء هو في واقع الحال ليس من أجزاء الصلاة، ففيه إشكال كما ذكر سماحة السيد. ولا حتى الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ يعني شنو استغاثة؟ يا محمد مثل يا علي يا محمد. لا عفوا، خلي أبين شيء آخر. شوفوا، مرة أنا أدعو إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه وعلي حال وبالتسعة المعصومين من ذريته، فرج عنا وارزقنا، نخاطب الله تعالى، دعاء. نعم. دعاء، ولكن ماذا جعلت الدعاء بالتوسل بهؤلاء الذوات المطهرة. بس المنادى هو الله تعالى، الله سبحانه وتعالى. نعم. بأنه يا اللهم بعلي عليك، بفاطمة عليك، هذا لا إشكال فيه. نعم. هذا لا إشكال فيه. أما أنه أنت بطريقة تريد أن تبين على أنه أنت تستغيث بغير الله سبحانه وتعالى في الصلاة، هذا فيه إشكال. طيب، الأخت أم جنات سيدنا سألت سؤال مغاير تماما وبعيد عن جو السؤال اللي قبله، اللي هو: بلبل صغير وقف على شجرتهم، أخذته وربته هي داخل القفص، فتقول عندي شنو حكمه هذا؟ ما في مشكلة، ماكو مشكلة، لا إشكال في ذلك. أكو أحد يطالب يعني من جيران؟ ما أعرف، ما ذكر. إذا أجوا جيران قالوا يابا ما شفت بلبل، إحنا بلبلنا ضايع طاير كذا، إذا بيت الجيران ما طالبوا ما في مشكلة. أو هي تسأل مثلا باب اطمئنان، تروح يابا عندكم مثلا شيء ضايع كذا، يابا شنو مثلا؟ إذا شفت أنه هم ما يدرون شيء فأنت لا تثير القضية عندهم. نعم. فأما أنه إذا طولب تضع لا إشكال في ذلك. يشترط أن تحسن وتكرم هذا الحيوان بلا إشكال، بلا إشكال، يعني. بلا إشكال. أحيانا سيدنا مثل هذا الحيوان، بس حيوان عادة يكون مملوك، يعني طير زينة دائما يكون مملوك، يعني واضح. وإنسان يشوفه، فهل يحق له أن يأخذه يسأل عن صاحبه وبعدين يخليه عنده؟ شوفوا، أنا مثلا خلي مثال، طبعا لست كذلك. نعم. أنا عندي طيور بالبيت. نعم. عندي طيور بالبيت، الطيور تطلع وبعدين تيجي معاها طيور أخرى. نعم. وأنا ما أدري مال منه أصلا، واقعا ولا أحد سألني ولا أحد قال، فهذه شنو؟ هذه الأصل فيها الإباحة، يعني ما إلا إذا علمت أن هذه عندها علامة، عندها حلقة، عندها مثل شنو، عندها اسم، هذا لازم أرجع إلى صاحبه وأنبه صاحبه. نفس الأخت أم جنات سيدنا سألت عن كفيف تساعده هي وزوجها أيضا يساعده، فتضطر أحيانا للمس يده من وراء القماش حتى تعبر الشارع. لا إشكال في ذلك، وجزاه الله خير على إعانتها لهذا الرجل. رسالة صوتية سيد عن تربية القطة، وقلنا نردفها بتربية الكلب، حكمهما؟ شوفوا، فرق بين الكلاب والقطط. نعم. الكلاب أعيان نجسة، أعيان يعني عين نجسة، ذات الكلب نجس. نعم. ذات الكلب، عرقه، رطوبته، لعاب فمه، هذا اللعاب اللي ينزل، شعره كله نجس. وين ما يمشي الكلب طاحت شعره، هذه نجسة، إذا صار عليها ماء ينجس المكان. إذا شعره ناشفة ما بيها تقدر شيلها وما تأثر، أما إذا كانت رطبة وعرقانة راح تنجس المكان اللي هي فيها. نعم. فالكلب على حال، عندنا روايات عجيبة وغريبة في أنه ديروا بالكم جدا، تحرزوا عنه وتنزهوا عنه، تنزه وتحرز، حتى أن الكلب إذا لطع يسموه ولغة، إذا ولغ الكلب بأناء، بقدرية، بطاوة، بكذا، هذا ما ينغسل بالماء فقط، لازم بالتراب مرة وثلاث مرات بالماء، بالتراب مرة. ليش؟ هذه أدلة جاءت قطعية ومستدل بها، ولا بد أن شنو، لا بد أن نعمل فيها. نعم.
هسه بي هاري ما بي هاري هذا مو يمنسه على حال جثومة الهاري عنده أو ما مو مهم. احنا مكلفين بطريقة التنظيف والتطهير بهالشكل هذا. فالكلب لا ينبغي للمسلم أن يدخله في حياته ويناغمه ويلعب معه وينام معه، هذا كله نجاسة، نجاسة في نجاسة إلى نجاسة. الحراسة سيدنا تستثنى؟ كلب الحراسة طبيعة الحال يسموه بكلب الحائط في الروايات، كلب الحائط يعني كلب الحراسة البستان. كلب البستان هو بالباب أو عدة غرفة أو كذا، وليس في بيتنا، ليس في حياتنا، ليس مع وضعنا يعني. أما هذا اللي يشوفه يلطع صاحبه ويلطع كذا، هذا وويله عليها. أما القطط فذاتها طاهرة. نعم. ذاتها طاهر، جسمها طاهر. نعم. مبللة تقيسها ما في إشكال. تشرب من ماي مو نجس، تقدر تشرب من عنده أنت يعني. يعني الماء القطة إذا ولغت وشربت وكذا أنت تقدر تشرب من عنده ما في مشكلة. فهي طاهرة ليس فيها نجاسة لا في لعابها ولا في جسمها ولا في عرقها، فقط بولها وخرقها هذا نجس. هي بتعرف شلون تروح على حال تعمل، سبحان الله. ايه عجيبة يعني، هي تروح مكان وتعملها خارج عن الوضع الطبيعي. نعم. الوضع العادي. أما مشكلة القطط مشكلة وحدة، لو ما كانت هو أي كان لطيف، بس الشعر سيب شعرها. نعم. شعر القطة عندنا روايات أنه لا تجوز الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه. عبر هالتعبير يعني أفسره، ما لا يؤكل لحمه الكلاب، عفوا الحيوانات اللي ما تنوكل ما يجوز أكلها، مثل القطط ما يجوز أكلها. فأي حيوان شعره أو جزء من بدنه يكون على جسمك في الصلاة، صلاتك باطلة. حتى لو شعره وشعرتين، عند مشهور الفقهاء شعره وشعرتين يأثر على صلاتك. فإذا عندك قطة في البيت، عند سيدي السستاني سيدنا الكثير من الشعر، لا يعني ثلاث شعرات عنده مشكلة. نعم. ثلاث شعرات. فإذا تريد تربي قطة خليها بعيدة عن مكان صلاتك، وعندما تريد تصلي نظف، جيب هاي المادة شنو، نظف كل شعر اللي تكون على جسمك ووقف صلي ما في مشكلة. أو لا تخلي القطة تدخل في الغرفة اللي يصلون فيها، ما في مشكلة، لا أشكال فيها. وردت أحاديث سيدنا عن الرسول عن أهل البيت مرتبطة بالقطط وتربيتها؟ يعني في واقع الحال وردت الروايات على أنه إيذاء القطط حرام. نعم. إيذاء القطط حرام، الرأفة بها مطلوب. ولكن ماذا عسانا يا أخ مرتضى إذا كانت هناك مجموعة قطط مسوي عصابة؟ واقع يعني تصلون عليه كثير. سيدنا إحنا المطبخ ما يعني ما مأمنين، وتدخلون في 12 وحدة وتعبث وتشرد، فما نقدر يعني ما نقدر. حسب تعبير بعض ويكتب لي يقول سيد احنا حياتنا اصبحت نكد، لا اله شو نسوي. انا قلت له ثلاث حلول. حل الاول انه تصيدهن بالمصياده وتاخذهن الى منطقه بعيده وتدهن، هذه وسيله. وسيله اخرى، طبعا الوسيله الاولى طردهن بطريقه او باخرى، ما صار صيدها وكذا. الطريقه الاخيره اللي واقعا ما بيها اي، حسب تعبير ماكو اي سبيل إلا التخلص منها، على حال بشكل أو بآخر التخلص. تمام سيدنا. نرجع للأسئلة. رسالة من إحدى الأخوات، والدها مريض وفاقد للذاكرة. نعم. يقول إحنا نصرف عليه ووضعه وكذا، الآن هو عنده راتب تقاعدي، صير نستخدم هذا الراتب التقاعدي في الصرف عليه. شوفوا مسألة الولاية، الولاية على الآب. نعم. الولاية على الآب من أحد لابد أن تكون بمجوز شرعي. يعني أنا كآب، من الذي جعل زوجتي أو أولادي أن يتصرفون في أموالي؟ نعم. يتصرفون في أشيائي. هذه لابد من لابد من الإذن من الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي يقول يا حجية أنت ما دام زوجته وأمينة وكذا، فأنت نخليك حسب تعبيرنا قيمة على هذا الرجل اللي فقد أهليته، فأنت أمواله وكذا صرفيها فيما هي مصلحته، فيما هو مصلحته. فهنا في واقع الحال إذا كان عندها قيمومة أو عندها شكل كذا، لا إشكال في ذلك، يصرفون عليه ويصرفون على شؤونه. سيد، دائما نسمع في هذا البرنامج والبرامج المماثلة شيء اسمه الحاكم الشرعي، بإذن الحاكم الشرعي، ترجعون للحاكم الشرعي،
يا ريت توضح لنا وللمشاهد الكريم ما المقصود بالحاكم الشرعي وكيفية الوصول للحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي هو المجتهد الجامع للشرائط، الفقيه الجامع للشرائط التقليد يسمى بالحاكم الشرعي. نعم. يعني الفقيه اللي كل شروط التقليد عنده موجودة. نعم. مو أنه واحد مدعي الاجتهاد أو مدعي المرجعية، لا لا، يكون أنه جميع الشروط متوفرة عنده، حكمه حكم الشرع. في مكاتب المراجع موجود يعني مراجعات من هذا بلا إشكال. بلا إشكال أكو هناك من يفضل المنازعات، هناك من يقوم بعمل الطلاق إذا امرأة طلبت وزوجها متعسف كذا، هاي كلها موجودة. فلا بد الرجوع إلى الحاكم الشرعي يعني المكتب المرجع، أنه يا جماعة أنا عندي منازعة في ميراث، أو عندي منازعة في أمر، أو أنه زوجي على حال هجرني، أو ابني مثلا يحتاج إلى حضانة وكذا، الأمور التي فيها ولاية الحاكم عليها. نعم. إذن بالنسبة للأخت الكريمة تحتاج أن يكون يعني رأي الحاكم الشرعي في أن تكون هي ولية يعني على والدها. يعني تستأذن الحاكم الشرعي أنه نقدر إحنا نتصرف في هذا المال لو لا. الأخت أم عبد الله سيدنا ساكنة في شقق عمودية حسب ما بينت لنا، وتجي ورقة الكهرباء وما يدفعون اللي وياها شركاء البناية، وتقول راح يصير سنة وقاعد تتراكم وما يرضون يدفعون. أنا أحيي الأخت الكريمة، أحييها على حرصها على أنه تمشي بالطريقة الشرعية. للأسف يا أخ مرتضى أنه الكثير من الناس يصورون أنه يتشطلون على القوة الكهربائية أو ما يعطون أجور الكهرباء، هذا نوع من الشطارة ونوع من أنه أنا أخذت حقي من الدولة وأنا إلي حق بالنفط. هذه القضايا في واقع الحال ليس صحيحا. أكو قوانين، أكو طرق، لابد الإنسان أن يحافظ على مجموعة القوانين والنظام حتى أنه يكون موافق لأمر الشارع. الشارع المقدس يطلب منا حفظ النظام، وحفظ النظام مهم جدا جدا جدا. إذا سمحت سيدي يوجب الالتزام بالأنظمة الفاعلة. فأنت أيها الأخ ماخذ قضاء كهربائية، فانطي أجورها، يعني أجورها بخسة يعني مو زايدة. أنا كل شهرين يجون علي جماعة، بالنسبة لي أرخص من المولدة يعني واقع الحال. فأنتوا ليش تورطون نفسكم تصرفون بالماي بدون تطون فلوسة؟ هذا قد يكون إشكال في الوضوء وإشكال في الغسل، هذا شوي دير بالكم. واتقوا الله، اتقوا الله، وابتعدوا عن الشيطان، وهذا الشيطان ليزين لكم أعمالكم. عفوا سيدنا، قلت احتمال يكون إشكال في الوضوء والغسل. إذا كان إنسان مستولي على ماء، وما وهذا الاستيلاء على الماء ما ينطي حقه وما ينطي حسب تعبيرنا أجوره، كهو كالغاصب، فمن كان كالغاصب فيكون الوضوء الذي يتوضأ به في إشكال. أحسنتم زيد، هذا يسحبنا للحديث عن المتجاوزين على الطرقات في المشي سيد اللي شرون سايد وهكذا وهكذا وهكذا. بني. أحسنتم سيدنا. احنا سيدنا الوقت خلص والأسئلة خلصت، فنتوجه لجنابكم بوافر الشكر وعميق الاحترام سماحة السيد رشيد الحسيمي الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، شكرا جزيلا. سلمكم الله تعالى. يظهر الأسبوع القادم وفاة الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم، سيصادف استشهاد الإمام الصادق وهو سيدنا ورئيس مذهبنا، فنحن ذاك الأسبوع إن شاء الله ما تكون عندنا حلقة. إن شاء الله توفقون دائما لكل خير سماحة السيد، شكرا جزيلا لحضرتك. الشكر موصول لكم أيضا مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإصغاء والمشاركة للمشتركين. لنا لقاء إن شاء الله، شكرا، في رعاية الله وحفظه.